الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله نعبده ولا نكفره ونخلع ونترك من يفجره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ملكه لا شريك له في حكمه ولا مناوئ له في ملكه ولا مجابه له في سلطانه سبحانه كل شيء قائم به وكل شيء خاشع له وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وشفيعنا وهادينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين أما بعد حياكم الله جميعا أيها الأخوة الأحباب وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يتجاوز عنا وعنكم وأن يرفع درجاتنا وأن يقيل عثراتنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتوفانا وهو عنا راض اللهم آمين يا رب العالمين أيها الأخوة الأكارم صيام عاشوراء سوف ينتظم الحديث مع حضراتكم في هذا اللقاء الطيب بإذن الله تعالى حول عنصرين أما الأول فصيام عاشوراء ومراتب صيامه كما حددها العلماء والأمر الثاني هو حديث لنا نستفيد منه نحن كآباء ونفيد منه أبناءنا ألا وهو مدرسة تعليم القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية التي نحن بصدد القيام بها إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام لكن بادي إذ بادي أوحد الله سبحانه وتعالى نعيش وحضراتكم في أفضل شهر بعد شهر رمضان في أفضل شهر يصام فيه بعد شهر رمضان ألا وهو شهر الله المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي عبد الله المسعود رضي الله عنه وارضاه سئل يا رسول الله
أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ فقال شهر الله الذي تدعونه المحرم، شهر الله المحرم، فهذا الشهر أفضل الصيام في هذا الشهر الكريم. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم معظم شهر محرم، لأن أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر محرم، هذا الشهر الذي نحن نتنفس أيامه ونعيش أيامه ولياليه لحظة بلحظة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه. اللهم أمين يا رب العالمين. My dearest and beloved brothers and sisters, first of all, I would like to tell you that inshallah ta'ala we are living in the month of Muharram. The month of Muharram, according to the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, is the best month we fast in it after the month of Ramadan. Came after that the hadith of Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhuma, radiallahu anhu, narrated that Rasulullah alayhi salatu wa sallam been asked, Ya Rasulullah, what is the best siyam after Ramadan? He said, the month you call it Muharram, Shahrullah Muharram, Shahrullah Muharram. So we are living in the sacred month, one of the four months Allah subhanahu wa ta'ala chose it among all the year to be sacred. Allah ta'ala will multiply, will triple the reward for you in this specific month. Zulqa'da, Zulhijjah, Muharram, and Rajab. So we are living in the month of Muharram right now. The best thing you can do is to fast as much as you can. Especially, we are receiving the Siyam Ashura. Siyam Ashura. What Rasulullah عليه الصلاة والسلام said about Siyam Ashura? Rasulullah عليه الصلاة والسلام said in a couple of hadith narrated by Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما. The first one, he said, when Rasulullah عليه الصلاة والسلام immigrated to Al-Madinah, he saw the people of the book, the Jewish people, celebrating in one day. So he asked them, what this day? They said, this is the holy day that Allah subhanahu wa ta'ala saved Musa and the children of Bani Israel and his people at that time, Bani Israel. So we fasted, this is a Jewish saying, we fasted it to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that he saved our prophet Musa alayhi salam. So Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, so I love Musa more than you. So he fasted that day, and he ordered Sahaba to fast that day to be grateful and thankful to Allah that Allah Ta'ala Almighty saved his brother Musa alayhi salam. So okay, this is the first time. This happened in the first year of Hijrah. Okay, focus with me. The first year of Hijrah, when Rasulullah immigrated, he saw that. So the Sahaba, Ramadan wasn't being obligated yet. Okay? Ramadan wasn't obligated yet. But Ramadan, when Ramadan happened, Ramadan been obligated in the second year of Hijr. So look at Nabi alayhi sallam. Ashraf kram al-Arab says, follow me. So first thing being obligated, or Rasulullah alayhi sallatu wasalam encouraged Sahaba to fast, was the Dif Ashura. Why? Being grateful and thankful to Allah that Allah saved his brother Musa alayhi wa sallatu wasalam. Nabiullah Musa, the Prophet Musa alayhi salam. And Rasulullah alayhi salatu wasalam fast that day and he encouraged Sahaba to fast. Until the Ramadan being obligated upon the Muslims. So Rasulullah alayhi salatu wasalam said, whoever would like to fast the month of the day of Ashura, he can, and whoever wasn't or he don't want to fast it, it's okay. Being permissible for you to fast or not to fast. The last year Rasulullah alayhi salatu wasalam was living, he said alayhi salatu wasalam, we should to be different than the Jew. So what we have to do? We have to add one day for the Ashura. He alayhi salatu wasalam said in the hadith, لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلِ لَأَصُمَنَّ التَّاسِعَ وَالْعَاشِرِ. And he said, if Allah Ta'ala gives me long life for the next year, I will add the ninth
which التاسع the ninth day of this month and والعاشر I will combine it together will not only be one day will be two days. So رسول الله عليه الصلاة والسلام said in the last year in the year of 10 when رسول الله عليه الصلاة والسلام been died he died in the year of 10 after هجرة صلى الله عليه وسلم the 10th year after هجرة عليه الصلاة والسلام. See, he said that if Allah Ta'ala give me long life I will fast next year 9th and 10th but he صلى الله عليه وسلم died. The scholars according to Ibn Rajab al-Hanbali رضي الله عنه وارضاه he said we learn from that there is three levels of how to fast the month of how to fast the day of Ashura. First, to fast, and this is a perfect one, to fast day before it and day after it. And this is the highest rank. To fast 3 days. 1 day before, to fast the 9th and 10th and 11th. And they said the second one is to fast what Rasulullah alayhi salatu wasalam was wishing to do. Because he said, if Allah give me long life for next year, I will fast the 9th and 10th. The 9th and 10th. So to fast التاسع والعاشر. The third one said, we do what Rasulullah عليه الصلاة والسلام did, so we fast only the 10th. Whatever you do is acceptable. Again, I want to tell you and remind myself and remind you, the best fast all over the year after Ramadan in this month. So any day you will fast it will be more hasanat for you. So again, three levels of how to fast the day of Ashura. 1 day before it and 1 day after it, means 3 days, 9th, 10th, 11th. To fast what Rasulullah alayhi salatu wasalam was hoping to do, 9th and 10th. Or to fast what Rasulullah alayhi salatu wasalam actually did, which is the 10th. Whatever you do is acceptable, and may Allah subhanahu wa ta'ala help us to do best in our life. Allahumma ameen ya rabbal alameen. What is the result for that? What is the result? What I will get back? Listen to the glad tidings of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The good news for everyone. My brothers, all of us are sinners. Somehow. None of us is perfect. If you would like Allah Ta'ala to forgive you, the whole year, the briefest year, if you would like Allah Ta'ala will erase all your sins in the briefest year, first the day of Ashura. In authentic hadith, Salah Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. An authentic hadith narrated by Sahabi, his name is Abi Qutadata radiallahu anhu. His name is Al-Harith ibn Rabi'i al-Khuza'i. His nickname is Abu Qutada. He said, Abu Qutada said, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَسُولُ اللَّهِ said, إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنَّ مَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُرَى أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ. رسول الله عليه الصلاة والسلام said in the hadith, authentic hadith, rather by Muslim and Bukhari, that whoever fasts the day of Ashura, Allah Ta'ala will forgive him the previous year, the year before it. So one day, Allah subhanahu wa ta'ala, by his generosity, by his bounty, will forgive you the sins of the whole year. I think this is good business with Allah subhanahu wa ta'ala. If someone told you, give me 10 bucks, I'll give it to you 100, you will give him blindly. So Allah ta'ala is the most generous. Allah ta'ala said in the Quran about himself, يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمُ. Kareem subhanahu wa ta'ala. He will multiply and triple your reward to 700 times, according to what Allah Ta'ala said in different parts of the Quran Kareem. So Allah Ta'ala said, whoever, according to Rasulullah alayhi salatu wasalam, will fast the day of Ashura, Allah Azza Jal will forgive him
the year before that day. This is the word for everyone. May Allah subhanahu wa ta'ala help all of us. إن شاء الله تعالى تفاز الليل في عاشوراء. أيها الإخوة في الأكارم، نعيش حضراتكم في هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما ورد أحاديث عديدة عنه أنه كان يصوم جل هذا الشهر ومعظم هذا الشهر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد رويت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل صيام عاشوراء هذا اليوم الجليل الذي نجى الله تعالى فيه نبينا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه الأحاديث كلها مروية عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يحتفلون، فقال: ما هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم صالح، يوم نجى الله عز وجل فيه نبي الله موسى وبني إسرائيل، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى وأحق بموسى منكم، فصامه وأمر الصحابة بصيامه، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث أمر مناديا أن يسير ويطوف بالبيوت وفي الأسواق أنه من كان صائم فليتم صومه، ومن أكل أو شرب فليمسك وليتم صومه، فإنه يوم عاشوراء. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرض الله عز وجل الصيام. متى فرض الصيام؟ في العام الثاني من الهجرة. هذا حدث متى؟ في العام الأول، عشان نربط بس الحديثين مع بعض. احنا بندمج الحديثين مع بعض، زي ما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم والحديثين مروين عن ابن عباس رضي الله عنهم. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس يحتفلون، قال: ما هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم صالح، يوم نجى الله فيه نبيه موسى فنحن نصومه. فقال: أنا أولى بموسى منكم، فصامه وأمر أصحابه بصيامه، وقال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. لا، ده حديثين احنا خبطناهم مع بعض. أول مرة كان في أول في العام الأول من الهجرة، صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الصيام لم يفرض في ذلك الوقت، فأوجب نبينا صلى الله عليه وسلم الصيام في يوم عاشوراء. لما فرض الصيام في العام الثاني من الهجرة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء، من صام من شاء صام ومن شاء لم يصم. حتى كان العام الأخير من وفاته صلى الله عليه وسلم، قبل وفاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فقبض ربنا سبحانه وتعالى نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي عاشوراء القابل. ولذلك قال ابن رجب الحنبلي رضي الله عنه وارضاه في كتابه الماتع: إن صيام عاشوراء على ثلاث مراتب، ثلاث مراتب. أما المرتبة الأولى وهي أتمها وأعلاها أن يصام يوم قبله ويوم بعده، فنصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. وأما المرتبة الثانية فأن يصام ما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تصوم التاسع والعاشر. وأما المرتبة الثالثة أن تصوم ما صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العاشر. أي رأي تأخذ به صحيح، ومن زاد في الخير زاد الله عز وجل عليه في الأجر، كما قال الله: وأن تصوموا خيرا لكم، وأن تصوموا خير لكم. ونحن نعلم جميعا أن أفضل الصيام بعد رمضان هو صيام شهر الله المحرم، وأنه يا إخوة من صام يوما في سبيل الله عز وجل، من صام يوما تطوعا في سبيل الله تقرب إلى الله، بعد الله بينه وبين النار مسافة 70 خريفا، أي 70 عام بيوم واحد. طب ماذا لنا وما الأجر الذي سنأخذه إن صمنا يوم عاشوراء، سواء 3 أيام أو يومين أو يوم؟ ويجوز لي أن أصوم يوم عاشوراء في أي يوم جاء، إذا صمت يوم واحد فقط جاز لي كيوم عرفة، لأنه عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصوم، فلا كراهة في أن تصومه منفردا. لكن ما الأجر الذي سنأخذه؟
اسمع إلى هذا الحديث الجليل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه وفيه عن أبي قتادة رضي الله عنه: من صام يوم عاشوراء إني لا أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فيوم يكفر سنة. هذه تجارة رائجة مع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يعيننا على صيام هذا اليوم، اللهم أمين. أو كما قال: ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، يا أيها الإخوة الأكارم، نعم، لا شك أن صيام يوم عاشوراء يوم عظيم وجائزة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فلا نضيعها، ونحن جميعا نلتمس الأيام هذه حتى نتقرب إلى الله. وكما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الطبراني: ألا إن لله في أيام دهركم نفحات، أي رحمات ينزلها في أيام مخصوصة، ألا تتعرضوا لها، فلعله أن تغشاكم منها نفحة لا تشقون بعدها أبدا. أي تصادف يوم زي يوم عرفة، يوم عاشوراء، الأيام الأخيرة من شهر رمضان والليالي الأخيرة منه، فيستجيب لك الله تعالى دعوة فلا تشقى بعدها إلى تعذب بعدها أبدا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم، اللهم آمين. والأمر الثاني يا إخوة هو لنا جميعا، لنا كآباء، لنا كأبناء، لنا كجالية مسلمة، نحافظ على هذا الدين وأن نورثه لأولادنا. اسمعوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يتحدث الله سبحانه وتعالى عن هذا القرآن فيقول: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن من يقرأ القرآن الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن من يقرؤون هذا القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن عظمة وجلال هذا الكتاب فيقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا كلام الله، هذا وحي الله، هذا دستورنا، هذا منهجنا، هذا النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. قال الله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أي ينير لنا هذا الطريق. وبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من يقرأ فيه حرفا يعطيه ربنا عز وجل عليه 10 حسنات، كما في حديث عبد الله بن مسعود: اقرأ القرآن فإن الله تعالى يؤتيكم على كل حرف 10 حسنات. أما أنا فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ضمين حرف. ويحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلم هذا الكتاب، وأن نتدارسه، وأن نقضي وقتا فيه. فيقول: لأن أغدو إلى بيت الله تعالى فأتعلم آية من كتاب الله أو آيتين خير لك من ناقتين كوماوتين. وكانت العرب تجل النوق، فرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: ولو تعلم آية واحدة فقط خير لك من هذه النوق التي يتمناها كل عربي. لنا كآباء حديث
مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ثواب أن ولدي يقرأ كتاب الله أو يتعلم يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. والحديث رواه أبو يعلي في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير من يمشي على الأرض المعلمون، أي معلم القرآن الكريم، لأنهم كلما خلق الدين أي قدم الدين جددوه، يمشيوا جيل جديد يحفظ كتاب الله تعالى. اعطوهم ولا تستأجروهم. فإن المعلم إذا قال للغلام: يا غلام قل بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله للغلام ولأبيه ولمعلمه براءة من النار. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا وإياكم هذا الأجر، اللهم آمين. وهناك حديث آخر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول أن رجل أمر بأن يضرب في قبره فسكت عنه الملائكة، فقال: لما؟ فقالوا: هذا ببركة أخذ ولدك لكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب إجمالا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الذي لا ينقطع بعد موتك. ألم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. كيف أجري وكيف أربي ولد صالح إذا لم يكن ابني يحفظ كتاب الله؟ من كان يحفظ كتاب الله أو حفظ كتاب الله أنه يلبس والديه يوم القيامة تاج الوقار، الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها. من يحفظ كتاب الله ومن يقرأ كتاب الله تعالى ويحفظ كتاب الله ويكون له مع القرآن صلة، وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الله في حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن لله أهلين من الناس. قالوا: منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أظن ليس بعد كلام الله كلام وليس بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام. إذا أردت أن تذكر، إذا أردت أن تكون من هذا الصنف، فحافظ على أن يتعلم هذا كتاب الله سبحانه وتعالى. May dearest and beloved brothers, the second part of this khutbah I would like to focus on our, inshallah ta'ala, Islamic school, weekend school. We are, inshallah ta'ala, starting the school for tomorrow, بإذن الله عز وجل, from 11 to 2. But before that, I would like to tell you what Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, about the Quran. And what Rasulullah alayhi salatu wasalam told us about the Quran. And the benefits of sending your kids to learn the Quran al-Kareem. And the blessing of being one of the fathers, they raise their kids to love the Quran al-Kareem. First, Allah Ta'ala mentioned the Quran al-Kareem in many different verses. Allah Ta'ala named the Quran with a dhikr. إِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. Allah Subh'anaHu Wa Ta'ala talk about the holiness of the Quran al-Kareem. When Allah Ta'ala said in Surah Al-Hashr, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Indeed, if we send down this Quran in the mountain will melt out of خشية of Allah Subh'anaHu Wa Ta'ala. Allah Subh'anaHu Wa Ta'ala mentioned the Quran. When Allah Ta'ala said, إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Indeed, this Quran as a guidance to the best. So the Quran is our guidance. The Quran is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam encouraged all of us, fathers and sons, parents and kids and children, to learn Quran and to read Quran. And may ask Allah subhanahu wa ta'ala to be all of us not from those people when Rasulullah alayhi salatu wa salam will complain against them in the hereafter. When Allah Ta'ala said in Surah Al-Furqan, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
نسأل الله تعالى ألا نكون من هذا الصنف الذي يشكوه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إلى ربه فيقول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. So if you'd like to be one of those people to be close to Allah subhanahu wa ta'ala and to take the benefits of sending your kids to learn Al-Quran Al-Kareem, listen to what Rasulullah صلى الله عليه وسلم said. In the hadith of Abu Ya'li, he said, the best among you is a Quranic teacher. Is a Quranic teacher. So give them and be generous with them. Because when the teacher say to your son, say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, start to teach him Quran, Allah Ta'ala will write the forgiveness for your son and for you as a parent and for the teacher from the hellfire. Just send your kids to learn Quran Kareem. Rasulullah encouraging us. Rasulullah alayhi salatu wasalam trying to push toward learn Quran, learn Quran. Don't say, oh, my kids is in Arabic. Just send your kids to know Quran, to learn Quran, regardless which language he will be. Because Allah Ta'ala didn't give us excuse. Allah Ta'ala said in Surah Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ 13 times. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Allah mentioned it several times, which means Allah will make it easy for you. And here, mashallah, I know many brothers, they are non-Arabic. When they read the Quran, they read it perfectly. Because Allah make it easy for you. So there is no excuse. Listen to what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said in the hadith. When Rasulullah alayhi wa sallam said that there is among you people, they are the people of Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba said, who is those people, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? He said, the people of the Quran. They are the people of Allah subhanahu wa ta'ala. And if you'd like to be very unique in the hereafter, and your son will put a crown in your head in the hereafter, send your kids to read Quran. Rasulullah alayhi salatu wa sallam said, إن قارئ القرآن يلبس والداه يوم القيامة تاج الوقار. The reader of Quran al-Kareem, he will put the crown of waqar in his parents' head in the hereafter. My brothers, our life is short. And if you would like to have non-stop reward will be all the time running for you, Rasulullah alayhi salatu wasalam gave us three options. When he said alayhi salatu wasalam, when the son of Adam died, his good deeds will stop except three. Except from three things. First, sadaqa jariya, which means continue charity. Build a masjid, helping with the Islamic school, something beneficial for the Muslim ummah. Sadaqatun jariya, continuous charity. Second, علم ينتفع به. Beneficial knowledge. Could be for religious knowledge or for world knowledge. All the human being will be benefits out of it. Third one, and I think all of us can have this, ولد صالح يدعو له. And by his kids, he will remember his parents and to make dua for them, that Allah Ta'ala forgive them and rest their soul in peace. So, all of us can have this one. So my beloved brothers and sisters, I'm encouraging everyone of you, inshallah ta'ala, send your kids to learn this Quran Kareem and Arabic language, inshallah ta'ala, we'll start tomorrow from 11 to 2. May Allah subhanahu wa ta'ala help all of us, inshallah, to do our best and to bless our families. Allahumma ameen, arba'ameen. Allahumma salatu.